بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة في الحلقة السادسة من هذه السلسلة. وسؤالنا اليوم أيضا حول نظرية الانفجار العظيم، ونقدم هذه المقدمة البسيطة قبل أن ندخل في السؤال السابع. إخواني الأعزاء، كل حادث يحدث وكل واقعة تقع، إذا أردنا أن نقول أنها حدثت فعلا فلا بد لنا من طريق حسي، من طريق يقيني، لكي نقول أن هذه الواقعة حدثت فعلا. مثلا أنا والذي دمر مدينة مومباي حدث قبل مدة طويلة مقارنة بالأعوام الآن، فنحن عندنا دليل على حدوثه. ما هو الدليل؟ المدينة موجودة، الآثار موجودة، الشهود الذين رأوا هذا الحدث دونوه، كتبه التاريخ، سطره المؤرخون، كل ذلك يدل على أن هذا الحدث حدث. فهذا بكل بساطة أن أي حدث يحدث لابد أن تكون هنالك شواهد حسية على حدوثه. إذا عرفنا هذا الأمر، وهذا أمر بديهي طبعا وأمر معقول عند جميع العقلاء، الآن لما يأتي إلينا هؤلاء الذين يقولون إن هنالك جسم صغير أو متناهي في الصغر أو جزء انفجر وانبثق منه هذا الكون، نقول لهم أيها الإخوة، هل عندكم دليل على أن هنالك جسم صغير كان في لا زمان ولا مكان ونشأ منه الزمان والمكان؟ يعني هل أنتم الآن رصدتم هذا الجسم، أم أنتم الآن صورتموه، أم أنتم الآن عندكم دلائل حسية ويقينية على أن هذا الجسم فعلا كان موجود أو لا؟ هل خالق هذا الجسم قال لكم إن هنالك جسم صغير وهو الذي انفجر ونشأ منه هذا الكون؟ إذا كان عندكم فأتونا بهذا الخبر أو أتونا بهذه الأدلة اليقينية. والدليل على أن الجماعة ليس عندهم دليل، هم الآن مختلفون في نشأة الكون من جسيم صغير. ليش؟ لأن الذي قال به مثلا قبل 90 سنة أو قبل 100 سنة من الآن قالوا به، زين الآلاف السنوات اللي راحت في تاريخ البشرية لم يخبرنا أحد عن هذا الجسم. هذا أمر. الأمر الثاني، لنفرض أنه كان فعلا واقعا هنالك جسم صغير، يعني نشبهه مثلا بحبة البازلاء أو بحبة الفول مثلا. هذه حبة الفول وحبة البازلاء تكون موجودة، نستطيع أن نعاينها، لكن ما أن نزرعها في الأرض فهي تتلاشى في الشجرة التي تنبت منها. يعني هذه حبة البازلاء تصير في الشجرة. الآن هذه حبة البازلاء، هل أستطيع أن أقول أنها موجودة وهي قد تلاشت في الشجرة التي نبتت منها؟ طبعا لا. فإذا نحن الآن في الكون، الكون نشأ من حبة صغيرة، من جزء صغير، فهل نقول أننا نستطيع أن نرصد هذه الحبة؟ بالطبع لا، لأنه صار الكون الآن. إذن إخواني، كيف يقول هؤلاء لنا إن هنالك حبة صغيرة وانفجرت، إن هنالك جزء صغير وانفجر وصار منه هذا الكون؟ هل رأوه؟ هل قال لهم الخالق ذلك؟ هل قالت لهم الصدفة ذلك؟ هل قالت لهم الطبيعة ذلك؟ هل قال لهم اللاشيء ذلك؟ لأنهم يقولون أنه تخلق بنفسه. هل قال لهم اللا شيء بذلك؟ هل قالت لهم الأكوان المتداخلة ذلك؟ لا. إذن من أين لهم هذا القول أن هنالك جزء صغير وانفجر؟ ربما يكون الانفجار هذا الذي حدث والذي رصد، وأكبر أدلة عليه هي التمدد أو الآثار والتموجات الحرارية التي رصدت، ربما يكون هذا انفجار صدق حصل، ولكن انفجار في أجزاء كبيرة جدا
خلقت من العدم بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نراه. لماذا لا يكون هذا هو التصور الصحيح بدلا من كونه حبة صغيرة، وهذه الحبة كانت في العدم أو كانت في زمان غير معروف أو مكان غير معروف، لا هو زمان لا هو عدم، ثم يقال لنا بكل بساطة إنه قد انبثق منه الوجود. هذا هو السؤال السابع، هل رأوا هذه الحبة أو هذا الجزيء الصغير الذي انفتق منه الكون؟ وإذا رأوه فما هي الأدلة على أنه فعلا كان موجود؟ لماذا لا يكون الانفجار الكبير حدث من شيء آخر؟ هذا التصادم ولد منه الكون العظيم، وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. أخوكم محمد مهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.